السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان احوالكم تكون بخير و5 5 كما العاده. اليوم مع فيديو جديد. صراحه توحشتكم بزاف وبغيت نقول لكم عواش مبروكه، دخل عليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي، والله يفرجها علينا في اقرب وقت ان شاء الله ويرفع علينا هذا الوباء هذا. كنتمنى لكم كلكم الخير. واليوم ليله 27، صراحه انا هذه الليله كنرتاح فيها بزاف وكتعجبني بزاف وكنفرح بها بزاف. بيان سور ديجا رمضان كامل عنده واحد الجو خاص به، مي ليله القدر حنا العشر الايام الاخرين كيعجبونا وكنكثروا فيهم الصلاه والدعاء وداكشي. المهم اليوم هادي تقريبا قولوا تقريبا شي وحده ونص الماكينه مخدماها بنا ملك تغدات سلمى صايمه. المهم غنوض باغا نوجد شي حليوات، المهم داكشي اللي قدرني عليه الله. راكم عارفين الحلوات البلديه ديال الدار، غير هكا في الدار. مصيفطه ليا مدام قباج وليا واحد تريتور في الرباط، مصيفطه ليا الحلوه مدام الصويري هذيك. ديجا ديما كل عيد ولا مناسبه كتصيفط ليا، حقي ما يمكنش البلاطو ديالي كيجي باي طريقه. ولكن قلت علاش انا كتعجب بناتي ديك الصابلي العاديه اللي ما فيها لا شوكولاط لا حتى شي حاجه، فقلت ندير شي حاجه نخربق شي تخربيقه ديالي وهانتوما معايا. المهم ماكينه حتى هي حاضره في اليوتيوب. يلا هنا البنات غنوجد الصابلي كما شفتوا، هذه الزبده، هذه اللي هي مارغارين البنات هي اللي غندير. مهم هذه كامله ما تكونش في الثلاجه باش تجينا سهله في العجينه ديالها. جوج كيسان ديال السكر سنيده هذا وغنبدا نعجنها. المهم البنات رشيشه صغيره ديال المليحه، غير شيشه صغيره، غنزيد عليها كاس ديال الزيت. ساهله البنات وكتعطينا كميه كبيره، وانتي كتزوقيها يعني كديري البلاطو ديالك، يعني ولو تشري ولو تشري الا بغيتي ديري هكا شي حاجه بيديداتك لوليداتك راه كديريها. غندير هاد الساشي هادي البنات ديال الفاني. انا الصراحه البنات ما غاديش ندير فيها الخميره الحلوه، الا بغيتو ديروا فيها ديروا فيها شويه راس ديال المعلقه. انا غنديرها بلا خميره وغنزيد ليها البنات ثلاثه ديال البيضات. هما ثلاثه البيضات نبدا نزيد الطحين. مهم 8 الكيسان ديال العنبه كاينين، يعني كاينين في هذا الخليط 8 الكيسان ديال العنبه. الصابلي البنات ما كيبغيش يتعلك، ما تعلكيهش غير جمعيه غير هكا بيديك. المهم البنات من بعد ما انا جمعتها فحال هكا يعني صافي راه شيشه، شفتوا كيفاش دايره؟ فضروري انها تدخل الثلاجه. غادي نقطعها على ثلاثه وغنديرها في ميكات وغندخلها للثلاجه اقل مده البنات وهي ساعه المكانه باش كتخرج لينا مزيانه. المهم انا غندخلها للثلاجه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. المهم البنات غنشارك معكم حتى واحد الحلوه اخرى، هذه ما يمكنش ما تعجبش الوليدات كلهم كيحماقوا عليها. هذا بيسكوي بيمو، انا ها اللي كندير هذا ديال الزرع، هو اصلا اللي كياكلوا بناتي ديما كنجيبو ليهم. الصراحه غزال هذا سلمى ملك وسلمى كياكلوه بزاف. المهم كنبقاو عندي غير ثلاثه ديال الباكيات، وحده كانت سالتها ملك، شديتهم طحنتهم بحال هكا. ها هما خصك تطحنو مزيان البنات يولوا هكا يعني بودره بحال هكا. كنزيد عليهم معالق كبار ديال النسكوي اولا الكاكاو. المهم انا غادي ندير ثلاثه علاش باش تجيني في لاكولور ديالها.
كما كنقول ليها انا حلوه بثلاثه المكونات بيمو، وكما شفتوا درت فيها الكاكاو اولا نسكوي اللي بغيتو. وهنا كنجيب هذا الحليب هذا المركز هذا، المهم انا كندير هذا كيجي زوين. المهم ما كنديروش كامل، كنبقاو حنا كنكبوه حنا كنشوفوا ان ميزاننا واش صافي تجمعات ولا مازال. كنديرو كويرات فحال هكا البنات، ما كبار ما صغار، كنبداو نحطوهم فحال هكا باش غنزينوهم. هنا البنات جبدت الميكة الاولى، ما كتجبديش الميكات كاملين، كل ميكة كتجبديها بوحدها باش الاخرين ما كيبقاوش غير محطوطين. المهم خليتها هنا في هذه الميكة هذه بحال هكا، قطعتها من الجناب وبديت كنرققها. انا ما غنديرهاش غليظه بزاف، علاش؟ حيت غندير جوج وغنلاصقهم. المهم عندي هذه هكا اللي فيها من هنا وفيها من هنا هكا، عندي هذه اللي دايره بحال الدمعه، صراحه ما ننصحكمش بهادو ديال الحديد لحقاش كيتصدى. وعندي هادو كيعجبوني هادو لي بيسكوي البنيتات ديالي، هادي نجيمه وهادي قلب كيعجبهم بالاخص مالك. المهم غادي نرققها بحال هكا. المهم البنات بالنسبه لداكشي اللي كيشيط ليا كنعاود عاوتاني نقادو غير بالميكا هكا وكنعاود عاوتاني نخدم به. المهم هذه هي اللاطه ديال الشكل الاولاني، هي قربت نساليها. انا عندي هاد اللاطه هذه دهنتها بزويته، يعني ما نخافش ان شاء الله ما غتلصق ما والو. والفران البنات يكون مهيل، ما يكونش باش يجينا اللون ديال الصابلي ديالنا كله بحال بحال، ما تجيش وحده محمره وحده لا وحده مضو البال. مهم هاد الشيء هذا دابا غادي ما نكملوش بهذا الشكل، عندي ليه بحال هكا، ما غنكملوش بهذا الشكل، غنكملو بشكل واحد اخر هكا، كنجمعوه بحال هكا وكنعاودو عاوتاني حتى هو مقادو، ونحط هادي في الفران ونرجع لكم الشكل الثاني. الصابلي ديالي الاول البنات ها هو وجد. المهم ما خليتوش ما كلاتوش العافيه، يعني غير واحد شويه هكا شد راسو، وهذا اللي غادي نلصق من التحت. المهم شنو غادي ندير ليهم باش غنلصقهم ها نتوما غتشوفوا معايا. هنا البنات عندي كونفيتور اللي هو هذا البنات ديال ديليسيا، زوين حتى هو. وهنا درت فيه جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي ومعلقه ديال الزهر، كيجي كيحمق. المهم البوطه مهيله بين ما يدوب لينا وكيجي معلك، المهم كنخليوه معلك حتى كيتعلك لينا مزيان هو باش كنلصقوا هذيك الصابله ديالنا. المهم البنات جبدت هاد الثانيه هادي، المهم كديري الشكيلات اللي بغيتي، المهم باش تنوعي. ماما هادي واخا
باش كتنوعي. المهم عندي دويرات بحال هكا. البنات قبلوا عليا على وينه، راكم عارفين يعني ما يمكنش نحط داكشي مستف، راكم عارفين يد وحده يلا وجدت الغدا الملاك. المهم هذه هي الحلوه ديالي. هنا عندي اللوز اللي هو سبق ومنقي ومهمش وكل شيء، وهنا هذاك الكونفيتور ديالنا ها هو خص ديروه هو باقي سخون. اش كنديروا؟ كنشدوا هذاك التحتاني اللي هكا، كان صراحه ما عنديش شي تا خصني ناخذها، كنديروا ليها بحال هكا كنحطوها، كنشدو هذه البنات كنديروها على وجهها بحال هكا مزيان. خصو يكون باقي سخون حيت الا برد غيكرم بحال هكا، وكنديروها في داك اللوز بحال هكا البنات. اللوز انا طحنتو مزيان وكنلصقوها على هذيك التحتانيه. المهم هاد الحلوه ما كاينش اللي ما كيعرفش يديرها، سهله. وحتى كنسالي وغنعمر هذه معلقه هكا صغيره بهذا الكونفيتور هذا النيت اللي بقى لينا. المهم هو المشاركه. الثاني واللي هو هذا، المهم نفس الصابلي غير هي كتبقاي تنوعي بيان سور باش كيجيك بلاطو مبهج. المهم هادو الطوال اللي غادي ندير النص ديالهم فيه الشكلاط، هادو كيجيو معمرين بالكونفيتور وغتشوفوني شنو غادي كيفاش غنزينهم. هادو كيدبدب عليهم غير سكر كلاصي حيت كننزوقهم فرشيطه بحال هكا. هادو هو الخليط النيت ديال الصابلي، غير هو انا زدت عليه الشكلاط وجا بحال هاد الطريقه، وتا هو حفرته من الوسط وغادي نعمرو بالشكلاط. غندخلهم وغتشوفوا معايا الطريقه التزيين ديالهم. المهم البنات انا كنصاوب الحلوه او ميم طون وصلتني الحلوه من عند مدام قباج اللي هي الصراحه طريطوره واعره كاينه في الرباط. المهم بغيت نوريكم هذه، كتعرف ان احمد كتعجبو بزاف صيفطات هذه. هذا واحد الكاطو ديال الشوكولاته اللي صيفطاتو لبنياتي، هادو لي سيغار ديال اللوز عامرين باللوز هذه، والبريوات حتى هما اللي عامرين باللوز. هنايا هاد الحلوه هادي اللي غريبه وهادي عامره هي باللوز. الفقاس وصيفطات ليا هادي اللي كتعجبني بزاف الصراحه، هي غريب هي كبغزال. المهم هادشي اللي صيفطات ليا، وصيفطات ليا المحنشه كما شفتوا عامره هي باللوز ومدوراها الصراحه رائعه الشكل ديالها. وصيفطات ليا حقي ديال السفوف واخا سالا رمضان، ولكن غادي نستافد منها حيت انا كتعجبني. المهم نمشي نكمل الحلوه ديالي، وشكرا عليك مدام قباج. غنخلي لكم جميع المعلومات عليها في صندوق الوصف. بالنسبه لبنات البلاطو اللي موراه هو هذا، هذا القليب هذا كنلصقو واحد على واحد بالشكلاط. هادو نجيمات كيعجبو ملاك، هادو غادي نلصقهم بعضياتهم وندير لهم الزنجلان عوض ما ندير اللوز. المهم نحاولوا نشكلوا ونخرجوا من هاد الصابلي هذا 122 ديكور، ماشي مشكل. المهم هو المشاركة كما قلت لكم، المهم ما نبقاوش بلاش. وكي قلت لكم البنات يكون هذا الفرن مهيل ماشي سخون، انا ما دايره على 150 على خاطر هاد الطيب. بلاش شنو ديري لو كور؟ وي وي لو كور؟ يلا دير. لا 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 واو يلا اونكور ملك. هادي هاي الحليوة ديال ملك. ها انتم هادي ها هادي نو هادي لا هادي جات خاسره. يلا عاودي عاوتاني ديري لي هادي يا ملك. هادي يلا لي طوال هكا
الزنجلان اللي سبق وحمرته ونقي من الصول وكل شيء مالك. المهم كتصاوب الحلوه تاعي عندي هادو بجوجهم هنايا، اللي وحده غادي تلصق على وحده فحال هكا. المهم يدي كلهم شكلاط غنلصقها بالكونفيتور، وهنايا غادي ندير لها الزنجلان. المهم انتم غتشوفوها معايا كيفاش غتجي. غنبقى بنفس الطريقه وغنسالي غنعمر هنايا بمعلقه صغيره هذاك الكونفيتور باش تجينا في المنظر زوينه وكتجي البنات هشيشه كتحمق. هذه الزنجلان انا كتعجبني بزاف. وها نتوما تشوفوا البلاطو ديالي البنات. هنا ذوبت الشكلاط، المهم اي شكلاط عندك. المهم انا درت هذاك ديال انا غنوريه لكم. وهنا هذوك اللي درت كما شفتوني جمعتهم بيمو، غنقلوهم بحال هكا في هذا الشكلاط هذا بحال هكا. دابا راه كامل يا راه كامل. المهم البنات غنهزهم فرشيطه وغنحطهم حتى ينشفوا، وعاد ديك الساعه سيكرمو زعما، وعاد نديكوري باش ما بغيت. البنات سالي سروينات الحلوه بيان سور، دزت الكسكسو ضروري حنايا الليل 27 كسكسو ضروري، يعني هذه ما يحيدهاش الطبيب. المهم ها هو انا لحت معاه الحمص، حيت راكم عارفين الحمص كيشد الطياب رغم انني من البارح وانا مفزكاه. المهم كيف العاده الدجاج الخضيره اللي كتشد الطياب هي اللي كندير الاولى، كنخليها حتى كطيب مزيان، عاد كنزيد عليها الخضره الاخرى، وعاد كنزيد عليها مطيشه باش كتجيني خاتره. درت معلقه السمن هذاك حسب الاختيار. المهم ها هو كيطيب الكسكسو ديالي. المهم البنات انا من بعد ما طاب ليا خيزو الخضره الاولى صافي، انا درت الخضره القرعه والقرعه حمراء داكشي، غنزيد مطيشه. انا قلت لكم انا كندير مطيشه حتى كنساني، وغنحط واحد الشليف الحمراء. Thank you.
هذا هو الليله ديال 27. كما كتعرفوا هذه الليله هذه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. كما كتعرفوا البنات صراحه حنا مولفين ليله 27 كتكون واحد اللمه عائليه ضروري من الكسكسو. كل منطقه وانا متاكده ان عندها تقاليد ديالها مختلفه وزوينه. المهم حنا هذا كل ليله ديال 27 كنديروا كسكسو، كنطلقوا الناد، كنديروا البخور الصلاه. فصراحة انا وجدت هاد الكسكسو هذا، درت شويه ديال الحليوه على قد الحال. هاي 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 بصحة وراحة. بصحتك احمد، بصحة وراحة. عواشركم مبروكه كاملين، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبتيسي وباش ما تمنيتو يا ربي. المهم بصحة عشاكم. حنا صراحه انا قال لي احمد غير بغيتي ديري كسكسو حيت هو ما كيقدرش على العشاء، ولكن قلت ما يمكنش، يعني هذه عاده ديالنا اننا كل ديال 27 كنا كنديروا كسكسو او لا. المهم هادو العدد ديالنا. المهم حنا غنمشيو نتعشاو، واليوم ان شاء الله ما كاينش الناس ياك احمد، يوم قيام الليل ان شاء الله، والله يقبل منا ومنكم ان شاء الله في هذا رمضان هذا جميع الحسنات وجميع الملك كدير لكم هكا. حاجه اخرى ما تنساوش الفطره البنات، ما تنساوش الفطره ولو تعطيها لشي حد اللي كيخرج في العائله ديالك هو يعطيها. يلا احنا ناكلو ونتلاقاو من بعد. بابا المهم البنات نعسو بنياتي، سلمى قرات شي شويه القران مشات نعسات. هذا واحد البخور اللي كنت جبتو معايا فاش كنت في الامارات. المهم الريحه ديالو غزاله، درت بريفيت ديال اتاي. المهم هو احمد بغيت نشارك معكم الحلوه كيفاش طلعت الحلوه. المهم بالنسبه للحلوه اللي جابت مدام قباج هي هذه، وهذه الحلوه اللي درت انا. المهم هو انك تنوعي الطبيله ديالك وما تبقايش بلاش، يعني ماشي ضروري الا ما شريتيش تبقاي بلا والو، فبامكانك انك ديريها في الدار. وهانتوما معايا سي احمد، حتى زوين هذا، الريحه ديالو زوينه. هذا كنا خديناه من عند السوق نايف. السوق نايف غزال الشعر ريحه. ايوا غنشربو كويس ديال اتاي ونجلسو انا وراجلي شويه نرتاحو، ومن بعد ان شاء الله عاد نوضو نكملو الصلاه ديالنا هاد الليله هادي. وهانتوما معايا البنات. بالنسبه للحلوه الصراحه باينه الحلوه ديال المعلم وديال المتعلم. المهم بالنسبه للحلوه ديالي انا هي هذه اللي زوقت بالزنجلان، جات الصراحه هشيشه وزوينه البنات. هذه بالنسبه ديال البسكوي اللي مطحون واللي وريتكم جمعتو بالحليب المركز. هذه اللي فوق منها اللوز، وهذه اللي درت بها درت فيها جوج ديال الالوان اللي هي درت فيها الكاكاو وجات زوينه. المهم طبلتي ما تبقاش خاويه وما تبقاش بلاش، ودرت اللمسه ديالي في الحلوه، يعني واخا الحلوه كاينه يعني جاتني ولكن اللمسه ديالي. المهم البنات كما شفتوا كيفاش داز النهار اليوم الصراحه. اليوم اللي هو الليله ديال 27 في رمضان، واحد النهار اللي هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والناس كلهم كيقيموا الليل فيه اولا في العشرة ديال الايام الاخره في رمضان اولا رمضان كامله. فكنبغي نقول لكم الله يقبل ليكم، وصليوا ودعوا الله وتقربوا من الله، هو كيبدل الفجر. فهاد الشيء اللي كان غنصليو الفجر ان شاء الله، وعاد غادي نمشيو نعسو. وهذه هي الليله ديالنا وهكا دوزناها، والحمد لله والشكر لله. وعواشركم مبروكه، وان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والتيسير، و
طول عمر الناس اللي كتبغيوهم وبالشفاء الناس اللي مرات في عائلاتكم. تصبحوا على خير ومع فيديو جاي ان شاء الله، وتهلاو ليا في عيوسكم. باي باي.